صباح الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. مع قناتكم قناة الملكة والأمير. إن كنت أول مرة تشاهدنا أرجو الاشتراك في القناة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش التعليق ولايكاتك الجميلة وتعليقاتك أيا كانت إيجابية أو سلبية. اليوم الجمعة 7 أكتوبر 27 شهر تموز 1739. اليوم 27 من الشهر المبارك تحت تقول أحسن الله استقباله وعاده علينا وعليكم ونحن في هدوء وإطمئنان مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وأخواتي أمين. كما اعتدنا كل يوم أن نقرأ السنكسار في بداية أحاديثنا. استشهاد القديس أستاسيوس وولديه وزوجته. في مثل هذا اليوم استشهاد القديس أستاسيوس وولداه. كان من وزراء مملكة رومون وكان في أول أمره لا يعرف الله، ولكنه كان كثير الصدقة والرحمة، فلم يرد الرب أن يضيع تعبه سدى. إذ بينما كان يرصد سيد الوحوش في البرية ظهر له مثال صليب من بين قرون إيل مرتفعا إلى السماء، فطارد الإيل في الجبال يريد صيده، فخاطب الرب وعرفه باسم جديد وهو أستاسيوس لأنه كان يسمى قبل أفلاكديس، وأمره أن يتعمد باسم المسيح وأنظره بفقر يأتيه عاجلا. فلما سمع ذلك ترك الجبل وتعمد هو وزوجته وولداه من اسقف المدينه وغير اسمه الى أستاسيوس كما امره الرب، ثم وزع بالحال كل ما كان له من العبيد والجواري والمواشي والاموال، واخذ زوجته وولديه وخرج من مدينه روميا وركب مركبا، ولما لم يكن معه الاجره اخذوا امراه وزيرها، فاخذ ولديه وصار الى نهر فعبر احدهما الى الشاطئ الاخر وعاد لياخذ الثاني فلم يجده لان اسدا اخذه، ورجع لأخذ الأول فلم يجده لأن ذئبا خطفهم. فحزن حزنا على فقد زوجته وولديه، وبقى مدة من الزمان يشتغل حارسا في بستانه إلى أن مات ملك روميا وملك آخر بدل منه، فأرسل رسل للبحث عن هذا القديس. وحدث صدفة أن أحد الرسل دخل البستان الذي يحرسه القديس وعرف بعضهم ورجع به إلى الملك وأكرمه وأعاده إلى المرتبة الأولى. واتفق بذلك الوقت حدوث حرب، فجمعوا من كل بلد رجلين للجندية، وكان ولد هذا القديس قد تخلص بمشيئة الله من الأسد والذئب وتربيا في بلد واحدة، ولفراقهما مدة طويلة لا يعرف أحدهما الآخر، فدبرت العناية الإلهية أن يجند معا في ذلك البلد. وفي أحد الأيام وهما في الطريق وصل إلى بستان فتحدثان فتعرف أنهما إخوان، وأما أمهما فكان الرجل الذي أخذها نظير الأجرة كان بربريا وقد حرسها الله منه وأبقاه في بستان. شاءت العناية الإلهية أن يكون هو نفس البستان الذي اجتمع فيه ولداه، وكانت محادثة ولديه بالقرب منه فعرفتهما، وتعين الولدان في حراسة خزانة ولدهما ولم يعرفهما. ولما أراد الرب جمع شمل هذه العائلة المباركة دخلت الزوجة على زوجها فتعرف وفرح بهذا اللقاء الذي جاء على غير انتظار، ثم تحدثت إليه أنها التقت بولديهما في البستان المذكور، وبما يتعلمه بذلك دخل الولدان عليهما فصاحت فرحهما ولدان، فتعانق الجميع وزرفت عيونهم من دموع الفرح وشكروا الرب الذي أتم لهم ما وعد به وعاشوا في هناء وسلام. وبعد قليل مات الملك وجلس على عرش أخوه من عبد الأوثان، فأحضر القديس أستاسيوس وزوجته وولديه وأمرهم بعبادة الأوثان فرفضوا، وأمر بتعذيبهم بالنار فلم يلحقهم ضرر، وأخيرا أمر أن يوضعوا في قدر من النحاس وتوقد تحتهم النار، فأسلموا نفسهم بيد الرب ونالوا إكليل المجد من قبل ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. صلاة تكون معنا آمين، والمجد لله دائما آمين. أما بالنسبة لأخبارنا، محامي الطفل شنودة يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة. كشف نجيب إبراهيم محامي الطفل شنودة تفاصيل الواقعة، قال إن زوجين مسيحيين عثروا على طفل رضيع في كنيسة بمنطقة الزاوية الحمراء في منطقة سنة 2018 سبب إثارة الأزمة. أشار إبراهيم خلال اتصال هاتفي برنامج الحكاية المذيعة عبر الفضائية MBC مصر مساء السبت إلى أن الزوجين ربوا الطفل في هدوء حتى 2021، ولكن أحد أقارب الزوج تقدمت شكوى خوفا من عدم ورثها لوجود الطفل، وأدعت أنهم عثروا على الطفل من خارج الكنيسة. وفي شهر يوليو الماضي قررت وزارة التضامن الإذاعة شنودة في أحد دور الرعاية وتغيير اسم الطفل إلى يوسف ومن المسيحية إلى الإسلام. حالة أسرة الطفل شنودة بالتبني، وأضافت أن والدة الطفل شنودة بالتبني تمر بمأساة إنسانية وحاولت رؤية الطفل أكثر من مرة، واصطحبت معها عدد من الصديقات المسلمات إلى الدار، لكنهم أخبروها أنه في رحلة، لافتا إلى أن مصلحة الطفل الصغير يجب أن تكون مع الطرف الذي أعطاه رعاية وحنان، منوها بأنه رفع قضية بمجلس الدولة اختصم فيها وزارة التضامن وطلبوا بتسليم الطفل للزوجين الذين عثروا عليه، موضحا أن قانون الأحوال الشخصية لا يوجد به تبني ولكن المسيحية به تبني، وهذا ما
وسوف نعطيكم بالأخبار الأكثر برضو بالنسبة لقصة التلفزيون. وصلت رقصة في مدرسة ثانوية بالتقالية تنتهي بقرار فصل مدير المدرسة. انتشر أصار مقطع فيديو لمجموعة من الطلاب يرقصون في أحد الصفوف بالمدرسة الثانوية بمحافظة التقالية على أغاني المهرجانات المذيعة على السبورة الإلكترونية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. انتشر مقطع فيديو مدته 21 ثانية على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه 4 طلاب يرقصون في الفصل ويعزفون أغاني المهرجانات على السبورة الإلكترونية. واتضح أن الحادث وقع في مدرسة تعليم مبارك الثانوية للبنين التابعة لدار التعليم دكرمت بالتقالية. وقام الطلاب بتشغيل الأغاني بين فترات الراحة في منتصف اليوم الدراسي وذلك من خلال توصيل الشاشة ببلوتوث من الهاتف المحمول. غضب على وسائل التواصل الاجتماعي أثار الفيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكذب أحد مستخدمي فيديو فيسبوك. الطلاب والمسؤولون في هذه المدرسة بحاجة إلى معاقبة لأن هذا مكان يعرف فيه كيف هو. إنهاء تكليف المدير وفصل 4 طلاب قرر ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة التقالية بناء على مراجعة الأمر إنهاء تعيين مدير مدرسة تجرنس وفصل 4 طلاب لمدة 15 يوم أثر مواصفات وسلوكهم غير الأخلاقي داخل المدرسة. وقد حضرت لجنة تفتيش إدارة التعليم تجرنس واكتشفت الواقعة ورفعتها إلى وكيل وزارة التربية والتعليم المحافظة. وقال شعبان بتصريحات صحفية أن الطلاب قبل دقيقتين من دخول احد المدرسين على الفصل قاموا بتشغيل الاغاني عن طريق ربط بلوتوث الهاتف المحمول بالشاشه الالكترونيه. وحدث ان كانت هناك لجنه متابعه للتوجيه واداره تجنس وجود مذكرات على مدير المدرسه تم ضبط التلاميذ. واضاف وكيل وزاره التربيه والتعليم بمحافظه التقاليه ان لجنه المراقبه القت القبض على 4 طلاب وولدين من ابناء المدرسه وقررت وصلهم لمده 3 أيام بسبب اساءه استخدام الاجهزه الالكترونيه في المدرسه وتقديم مذكره بالحادث. وأشار شعبان إلى أن كل مدير المدرسة لديه كاميرات مراقبة في جميع الفصول الدراسية متصلة بالشاشة المرتبة وأن لديه أبراج مراقبة وعليه مراقبة جميع الفصول بعناية حتى لا تحدث مثل هذه الأمور وعدم القيام بذلك يتطلب عقاب. وأشار إلى أنه فور علمية بالحادث قرر تطبيق قواعد الانضباط المدرسة وإبعاد الطلاب الأربعة لمدة 15 يوم ونهاية تكليف مدير المدرسة. لأن خبر آخر وهم الأخبار في مثل هذا اليوم ميلاد الفنانة صوفيا لورين. صوفيا لورين الإيطالية ممثلة إيطالية حائزة على جائزة الأوسكار كانت تعتبر في أعلى نطاق واسع الممثلة الإيطالية الأكثر شعبية في وقتها. كما عدت رمزة من رموز الإغراء في عام 2019 حصلت لورين على جائزة الثقافة الأوروبية في فيينا. ولدت صوفيا لورين تحت اسم صوفيا كوستانزا بيلاني شوكولان في عيادة ريجينا مارغيتا في روما في 20 سبتمبر 1934 لأبوين إيطاليين مما هما رول رومليدا وهو مهندس بناء من أسرة نبيلة والذي رفض أن يتزوج بأمها وهي معلمة بيان وكانت تطمح في أن تصبح ممثلة. عاشت وأخواتها منذ الصغر دون دعم من الأب. في وقت من الأوقات عادت صوفيا وشقيقتها هاربة إلى قرب نابولي لتعيش مع جدة صوفيا من أجل الإنفاق على يومها. التقت لورين مع والدها 3 مرات في سن 15 و17 وفي عام 1976 عند فراش موته مشيرة لأنها سمحته لكنها لم تنسى أبدا تخليه عن والدتها. خلال الحرب العالمية الثانية كان الميناء ومصنع الذخائر في بوتزيولي هدفا لقصف متكرر من قبل الحلفاء خلال إحدى تلك الغارات. وبما كانت صوفيا بطريقة للملجأ من القصف أصيبت بالشظايا في الدقن. بعد ذلك انتقلت الأسرة إلى نابولي حيث أقاموا عند أقرباء لهم. وبعد الحرب العالمية عادت صوفيا وأسرتها إلى بوتزيولي. قامت الجدة بافتتاح حانة ومطعم في المنزل وببيع المشروبات الكحولية المصنوعة محليا من الكرز. في حين قامت روميليدا بالعزف على البيانو وماريا بالغناء فإن صوفيا قامت بخدمة الطاولات وغسل الأطباق. حين بلغت صوفيا 14 من العمر اشتركت في مسابقة للجمال في نابولي ورغم كونها لم تحقق فوزا إلا أنها اختيرت بين المتباريات النهائيات. لاحقا تخرجت في بسبب التمثيل واختيرت في دور صغير في فيلم أوت فاديا. أطلق هذا الدور ماء مهمة كممثلة قبل أن تقوم لاحقا. تعرف لورين على كارلو بونتي منتج الأفلام حيث سبق التقي أثناء كونه حكما في مسابقة الجمال اشتركت بها لورين. كارلو الذي ساهم في إطلاق نجومية جينا لولو برجيدا كما ساعد لورين في عدد من الأدوار الصغيرة. تزوجت لورين من كارلو وكانت قد رفعت قضية طلاق من زوجته الأولى جوليانا في المكسيك المهنة. هذه من ضمن الأخبار. ونخش على خبر آخر. القرض الذي يساوي الملايين من الجنيهات. القرض كريستال يصل حجم ثروتها إلى 6 ملايين دولار. حكايتها
نجمة هوليوود شاركت في العديد من المسلسلات الشهيرة وأكثر من 30 فيلم مشهورة، من بينها فيلم A Night at a Museum. احتلت أكتافها مع ممثلين بارزين مثل روبن وبالماج وبرادري، حضرت روح عروضه وهي القرد كريستال الذي تقدر ثروته بأكثر من 6 ملايين دولار. ظهرت كريستال مانيكيز لأول مرة على الشاشة السينما سنة 1997 عندما لعبت دور البطولة في فيلم ديزني الشهير مقابل النجم الكندي الأمريكي بريندي آن بريز. منذ الحين لم تتوقف كريستال مانيكيز عن الظهور على التلفزيون أو في الأفلام، ولكن كيف اكتسبت هذه الشهرة التي تقوم بإطعامها وحمايتها وتدريبها لمدة 26 عاما، كما أن الشركة هي المورد الرئيسي للحيوانات لإنتاج الأفلام في هوليوود والولايات المتحدة. وفي عام 1996 سافر أحد موردي هذه الشركة إلى فلوريدا لشراء قرد كوبشين لتدريبه، لذا اشترك كريستال المولودة في مايو 1994 وبرعاية توم جوندرسون مدرب الحيوانات المعروفة الذي عمل فيها الغالب في استوديوهات، وحاليا يعيش حاليا في لوس أنجلوس كاليفورنيا. بدأت مسيرة فيلم مانيكي كريستال في عام 1997 في فيلم جورج أوف ذا جنجل، سمح لها استقرارها بالعمل في السينما بعد أن اقترب منها العديد من المنتجين، ولعبت دور البطولة في مسلسل من الأفلام التي أحبها الجمهور وارتبطت بها، بما في ذلك في 2006 بإنتاج 2014 على سبيل المثال نددت منظمة People for Treatment of Animals علما بظهور أنثى شمبانزي في فيلم المخرج تود فيليبس. وفي تلك المناسبة شككت الوكالة في شرعية استخدام حيوانات الفيلم لأغراض الترفيه، كما أصر ظهور حيوان يدخن سيجارة، لكن المخرج فيليبس أكد أن السيجارة الكريستالية المستخدمة كانت من السيراميك وأن الدخان لم يكن حقيقيا، حيث تمت إضافته إلى المشهد أثناء عملية التجمع. وأيضا من الأخبار الإنسانية، أسنانك هتنور علاج سهل في منزلك. تعتبر رائحة الفم من أكثر مشاكل شيوعا يعاني منها كثير من الناس، وبالطبع هذه مشكلة بسيطة ولكنها تسبب دائما لحرج لصاحبها، أو يحسب لدراسة نشرت في المكتبة الوطنية للطب يعاني منها من 5 إلى 60. طيب، تعتبر رائحة الفم الكريهة من أكثر المشاكل، وبالطبع هذه مشكلة بسيطة وحلها في حاجة بسيطة. وفقا لما نشره موقع هيلسي مما يدعو للقلق، أن بعض الأشخاص يعتنون بنظافة الفم ولا يأكلون رائحة مثل الثوم أو البصل، إلا أن رائحة عموما يعتقد الخبراء أنه في بعض الأحيان يمكن أن تكون هذه المشكلة أيضا علامة على مرقات الآخر في المعدة والذي لا ينبغي تجاهله. كيفية التخلص من رائحة الفم الكريهة؟ وكان قد اتفق الخبراء على أن الحفاظ على نظافة الفم هو أفضل طريقة للتخلص من رائحة الفم الكريهة، حيث أنه من أبرزها هو تنظيف الأسنان بالفرشاة يوميا والشرب بعد كل وجبة وعدم البقاء جائعا لفترة طويلة وشرب الماء بشكل متكرر وما إلى ذلك من الجرعات التي يمكن خلالها تجنب هذه المشكلة إلى حد كبير. ومع ذلك هناك أيضا بعض العلاجات المنزلية التي يمكن خلالها الحصول على رائحة، تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالكبريت، التدخين والكحول، البعد عنه مرض تلاسة، التوتر والقلق، عدوى الفم، تسوس الأسنان، اشرب كمية كبيرة من الماء هو الذي يبعد عنك الرائحة الكريهة. السيد الرئيس بالذكرى 49 نصر اكتوبر الرئيس السيسي يبعث بأقوى تصريحات ورسالة للشعب المصري. مختصر المقالة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان حرب اكتوبر المجيدة ستبقى نقطة تحول بتاريخنا المعاصر، اعادة خلالها قوتنا مسلحة شرب الوطن وعزة النفس ومحت وصمت الاحتلال العرضي. وأضاف الرئيس السيسي، قال الرئيس السيسي اليوم أن حرب أكتوبر المجيدة ستبقي نقطة تحول في تاريخنا المعاصر، أعادت خلالها قوتنا مسلحة شرب الوطن وعزة النفس ومحت وصمت الاحتلال ومحت وصمة الاحتلال على أرض مصر. وأضاف الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 49 النصر العظيم الذي نحتفل به اليوم، وحي الشعب المصري وقواتنا المسلحة البشالة على شجاعتهم وبطولتهم، وكذلك شهدائنا الأبرار الذين نضالوا من أجلهم يعيشوا تحت راية هذا الوطن العظيم، شعب مصر العظيم. وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي كما توجه بذكرى هذا الانتصار المجيد بتحية السلام بروح بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل أنور السادات الذي خاض الحرب ثقة بالله وعزيمة المواطنين لتحقيق نصر عظيم يبقي دليلا على إرادة وثبات المصريين وتمسكهم بسيادة الوطن وكرامته. كانت حرب أكتوبر واحدة من أعظم حروب مصر، حيث وضع الجيش المصري حدا لسنوات من العجرفة الإسرائيلية ونشر كذبة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يقهر. كتب المصريون في رسالة نور يوم 6 أكتوبر 1973 نصرا عظيما يمثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، توارثته جيل إلى جيل يبخرون فيه بقوته المسلحة وبالمجد الذي صنعوه بعدة سنوات بعد عدة سنوات القديمة.
ظلت حرب اكتوبر رمزا للفخر والشرف ليس فقط للمصريين ولكن لجميع العرب، ولا ينسى احد الدور العربي الكبير في دعم الجيش المصري والسوري ودعمهم لتحقيق النصر وهزيمة العدو الاسرائيلي في المعركة من العزة والكرامة وعودة الهيبة. شكرا لكم احبائي واعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم، امين.